مساء الخير والعافية وعيد المبارك وكل عام وانتم بخير. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين، احنا اليوم حابين نعيد ويا ناسنا واهلنا ويا الناس اللي تستحق انه يكون العيد وياهم بعيدين. اليوم احنا في تجمع المعوقين في العراق. طبعا هنا رغم الاعاقة لكن اكو طاقة ايجابية هائلة. هنا كل فرد الموجود بهذا المكان عنده موهبة. اليوم من خلال عدستنا من خلال قناة زاكروس نحب الجميع أن يظهر هذه المواهب ويكون عيدهم مختلف إن شاء الله، كذلك احنا هم عيدنا مختلف. احنا كل عيد نعيد بطريقة مختلفة لكن هذا العيد أكيد راح يكون يجنن وحلو ويا هاي الناس البسيطة ويا هاي الناس الطيبة. هسه شو نسوي؟ نروح هناك أكو فرقة، تمام، نحكي وياهم ونسولف ونتعرف عليهم. من بعدنا اكو اغنيه حلوه اكيد راح تهدر كل المشاهدين. الله الله، ايامك سعيده. ايام سعيده وكل عام انت بخير وعلى كادر قناه زاكروس الفضائيه، اتمنى لها مزيد من التالق والابداع. شكرا لك. يا هلا مرحبا بك. شكرا لك. طبعا انا اليوم جدا سعيده لان انا متواجده بنصكم واكيد اليوم العيد بعيدين. تمام؟ اكيد اكيد احنا سعيدين بوجودكم معانا وهاي القناه الرائعه، وان شاء الله يا رب تستمتعون مع هذه الفرقه. وحضرنا لكم يعني اغاني تراثيه وقدم نفسي انا نزار كاظم رئيس الفرقه الفنيه التابعه لتجمع المواقيم بالعراق وسفير الاعاقه 2020. نعم. فهاي الفرقة يعني مثلت كل جميع المهرجانات المحلية والدولية، منها مهرجان مصر اللي كان مهرجان الإبداع، كرمت في قلادة الإبداع من قبل المجلس القومي. نعم، هاي قبل شقد؟ هاي قبل تقريبا قبل سنتين تقريبا. يعني هذا كان آخر مهرجان؟ لا لا، المهرجانات بالعراق يعني شاركنا هواي عدة مهرجانات، منها نعم الكرنفال العالمي لذوي الإعاقة كل سنة اللي نقيمه. نعم. وبالإضافة للمهرجانات المحلية اللي قمناها في نعم العراق. آخر مهرجان كان شو وقت؟ آخر مهرجان هو كان في مصر وكان حفل عندنا في مول الحارثية ومول زيونة، كان حفل يعني وأعياد الجيش وكل الأعياد احنا جايين نقيمها يعني احتفالات. أكيد أبدعتوا كالعادة. الحمد لله وأشكر، يعني لاقت نجاح كثير فرقتنا، يعني فرقة على مستوى المحلي وكلها عرفتها يعني. نعم، اليوم شريد من حضرتك، اريدك تقدم لي اغنيه حلوه بمناسبه العيد. اكيد صارت تدللين. يلا خلينا نسمع. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس ولهفة ودلال ودلع الخلال. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس ولهفة ودلال ودلع الخلال. الوردة البيضة بيدي صارت رمان، الوردة البيضة بيدي صارت رمان. مرت من دم الفاير يا نور العين، عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد
وحبها يمني للناس معيتي دور الدنيا يمني للعيد معيتي معلوة الحبايب أشكال الوان أمسوا لهفة ودلال ودلع الخلال معلوة الحبايب أشكال الوان أمسوا لهفة ودلال ودلع الخلال الوردة البيضة بيدي صارت رمان الوردة البيضة بيدي صارت رمان مرت من دم الفاير يا نور العين عيد وحبايب ليل الناس معيني دور انتم يا الليل العيد معيني عيد وحبايب ليل الناس معيني دور انتم يا الليل العيد معيني تصفيق النزار تصفيق عاش الصوت واني اشكرك شكرا جزيلا لك والكادر قناه شكرا لك نزار هذه الموهبه من ايش وقت والله بدت الموهبه من عمر 9 سنوات وكان تعرفين معهد المكفوفين اللي هو معهد مكفوفين معهد يعني دراسه اعتياديه بس بيها مفعل درس الموسيقى والنشيد فدرست على يد الأساتذة الله يرحمهم أستاذ خالد الله يرحمه أستاذ أحمد راضي نعم. كانت فرقة مميزة الصراحة يعني كانت أنا كنت عضو صغير يعني تعرفين نعم. وأنا صغير ومثلنا كل الاحتفاليات على مستوى العراق بعدها انتميت إلى المنظمات الجماهيرية اللي هي مراكز شبابية نعم. على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسافرت إلى الجزائر والسودان نعم. وأميركا وبيروت شاركت في عراق ستار السومرية نعم. كانت قدم عراق السومرية حصلت على المركز الثالث وبعدها يعني انتميت إلى عضو إلى تجمع المعاقين بالعراق نعم. شخص قال هناك فرقة وأنا رئيس الفرقة فممكن تصير عضو ويانا بتجمع المعاقين بالعراق قلت له عادي يعني أتمنى أصير يعني نعم. فرحت يعني بهذا الشيء التقيت بهاي الوجوه استاذ موفق الخفاجي فشفت الاشياء غير يعني نعم. شفت ناس على الكمبيوتر وشفت مصطفى يدرب على الحاسبات نعم. و... نعم. يعني من اجيت ان لهذا المكان شفت اكو مواهب شفت اكو مواهب يعني استغربت اي لا استغربت يعني نعم. فالمهم استاذ موفق شاف امكانياتي قال ليش ما تصير رئيس فرقه اي فخطي هذا الولد يعني من حسن حظه هو كان رئيس فرقه صار عضو فرقه نعم. صرت انا يعني وجهك خير انت اي فالحمد لله يعني الحمد لله يعني صار احيانا بعض الكرنفالات والمهرجانات و... طيب انا اتعرف على زميلك اللي هنا وبعدين ارجع لك اكيد تمام؟ اكيد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بخير وانت بعلي بخير اهلا وسهلا بكم قناتكم شنو اسمك؟ أنا عباس سلمان عازف نعم. أورغن مساعد الأستاذ نزار المايسترو أها طيب هذه الموهبة من شوك السوالف اللي أحكيني والله تقريبا 15-16 سنة شلون تعلمت وين كانت بداياتك والله بدايتي بالبيت ودرست نعم. بمعهد معهد الدراسات النغمية نعم. فترة وفترة بطلت عنها فمن أصابت نعم. قعدت بالبيت تقريبا سنة وثمانة شهور سنتين نعم. حوالي شنو طبيعة إعاقتك أنا حادث مع السيارة ها حادث بس رغم الإعاقة أنه أنت ما مانعت بعدك مستمر هي الإعاقة خلتني الحياة. أرجع على الموسيقى نعم. أنا عازف أكثر من آلة مو أها. بس أورغن فالسنتين هذا بعدين تعرفت على أستاذ موفق على تجمع المعوقين نعم. لقيت ما شاء الله طاقات يعني عندنا ويانا المحامي والدكتور وعندنا الفنان وعندنا عندنا كل الأصناف وشفتهم ناس محترمين وشاركت وياهم قلت ان شاء الله اصير عضو وناشط وياهم انا طبعا من اجيت هنا لهذا المكان انه بدي انتبه انه كل شخص هنا كلكم ما شاء الله عندكم مواهب وكذلك مفعمين بالحياه وتحبون الحياه طبعا يعني هذه احلى شغله واحلى ميزه موجوده هنا والابتسامه ما فارقت وجوهكم نهائيا الحمد لله لا براجعينا بعد وشوفينا الاكثر واحنا اماكو قنوات تجينا هنا دائما نعم. يعني تفاعلوا ويانا قاموا بدون ما ندز عليهم هم يجونا يعني اليوم عندنا قناه وراكم راح تيجي ان شاء الله يعني هم بدون ما احنا ندز عليهم ولا هذا هم اللي حزوا موعد وقالوا اريد معكم ويا الثقاء وهذا كذا طبعا على هالوجوه الطيبه اللي سيدنا لكم. الله يسلمك من الله يشكرك الله يخليك انا شويه اتكلم ويا الاداره هنا من بعدها ارجع على المواهب الموجوده لان اكو هنا عندكم بزار او هيك شيء فشويه خل احكي
بس لا مسوي لفخ. السلام عليكم وعيد المبارك وكل عام وانتم بخير. انتم بخير صحه وسلامه ان شاء الله. الله يحفظك يحفظكم ونشكر موفق ان شاء الله. الله يخليك على هذا المكان. اشكرك تمام. انتم ما شاء الله يعني مثل ما نقول عائله. واحلى ما بهاي العائله كلكم مفعمين بالحياه وتضحكون وتسولفون والاعاقه نهائيا ما منعتهم. بالفعل بالفعل حقيقه احنا بدايه نقول عيد سعيد ان شاء الله على كل اهلنا وناسنا. موفق الخفاجي. نعم موفق. نعم. الخفاجي مؤسس وتجمع المعوقين في العراق ونائب رئيس المنظمه العربيه لاشخاص ذوي الاعاقه. اهلا وسهلا بيك ونرحب ونشكر قناه زاكروس على هذه الخطوه الكريمه الى مقر تجمع المعوقين في بغداد مقر. نعم. العام. وتحياتنا إلى كل كادر وإدارة قناة زاكروس وتحياتنا للأخت الأستاذ هيفاء وإلك يا شكراً المقدمة الرائعة الجميلة ست مروة. نعم شوفي إحنا اللي بتهمنا أنه قضية الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. بما وجدناه بهذا التنوع من الطاقات والإبداعات والإصرار والعزيمة. نعم. شوف إحنا الآن يقولون ظرف كورونا. صح. والناس متكئبة. بالضبط. ومزعوجة واللي صار عنده عزلة وكآبة نفسية إنه ما موجود. لا ما موجود. شوف المرح والانطلاقة. انت عن الإصرار والعزيمة. نعم. أنا بدي أشوف هنا أنا هاي الإصرار والعزيمة مين أجت تسولف لي أنا أريدك تحكي على هاي الخطوة. شوفي الأساس إنه هذا كتجمع المعوقين في العراق هو منظمة. نعم. مجتمع مدني من أولى أولويات مهامه هو أن يعزز الثقة بالنفس. حلو. وينمي الطاقات. نعم. وبناء المهارات. نعم. وتنمية القدرات وإعطاء التمكين أهم شيء الإمباورمنت. أها. التمكين وخصوصا تركيزنا على تمكين النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة. حلو. هذا من أولوياتنا. نعم. هذا لا يعني أن الآخرين لا بالعكس هو. نعم. الكل لكن هناك أولويات هناك حاجة إلى دعم وإعطاء. نعم. فرص التمكين وفتح الأبواب. نعم. وصقل المواهب وجدنا هناك مواهب إذا كانت في بداياتها لكن. نعم. من خلال الممارسات. نعم. تنمى هذه. أنت تحكي هسه تقول لي الأولوية. نعم. الأولوية اليوم هنا بهذا المكان لمن تعطيها أنت؟ الأولوية لقضيتنا كأشخاص ذوي إعاقة. نعم. إلى الإعاقة حسب مثلا طبيعتها الدرجة مالتها. شوفي احنا نستند إلى اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قررتها. نعم. الأمم المتحدة تتعامل ويا الإعاقة على أساس المساواة وعدم التمييز. كل ذوي الإعاقة لهم حق واستحقاقات. حلو. من كل المنظومة التي نقول منظومة ما نقول بس حكومة. نعم. نعم الحكومة عليها الواجب الأكبر وعليها العبء الأكبر وعليها أن تتحمل وتتحمل إذا كانت حكومة إيجابية مع ذوي الإعاقة أو مقصر لكن هسه احنا عيد ويوم. أيه. فرح. ما رد نحكي بالسلبيات والتقصير. صحيح. هسه انت حكيت خوش حكاية. نعم. طيب اكو احد يدعمكم من الحكومة من اي احد انسان؟ لا احنا منظمة مجتمع مدني على مواردنا وعلاقات اللي هم منظمات المانحة جهات البرامج والمشاريع. نعم. هذا كله حياتنا وانشطتنا اللي احنا هذا المقر اللي تشوف فيها البناية. حلو. الكبيرة. نعم. بهذا المكان لي كلش اجاها احنا الله. الحكومه تعطينا فلوس واحد. صح. شلون ندبر هاي الفلوس؟ شلون ندبر هاي الخدمات؟ هاي مشكله كبيره. الدراجات تشوفين عندنا ادوات معدات كثيره تقنيات. نعم. حاسبات فرق موسيقي هذا كله احنا نعتمد مدى كفاءتنا وتاثيرنا بالمقابل حتى يستجيب الى تنفيذ مشاريعنا وبرامجنا. طيب الحكي طبعا هو حلو شيق وياك لكن احنا اليوم ما نريد نحرق كل شيء. وديم حلوه. شكرا لك. احنا اليوم ما نريد نحرق كل شيء اكيد عندنا مواهب واكل بزاره اريد احكي عنه. صح. بس ناخذ فاصل خلي يسمعونا شيء. نعم يلا ان شاء الله. سمعنا شيء نزار. اكيد نزار جاهز. ابغى اسوي فرق. نزار اليوم ترى راح اضوجك راح استغلك. لا ايش تقول؟ اي استثمار. اي هو راح استثمره. لا احنا استغلنا. ها والله يعني مرتاح انت هيجي؟ تمام يلا. يلا سمعنا. راح نسمعكم اغاني البغدادية اللي حضرتها فرقة تجمع المعوقين العام. يلا سمعنا كل شيء منك حلو. وياك روح الحبيب وياك روح وياك روح الحبيب وياك روح مجد على فرجتك وياك روح مجد على فرجتك
حياك يلا 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 مراوي يلا صفقي يلا يلا صفقي يلا تعال حبيبي تعال يلا صفقي يلا يلا لو رحت عن الشوارع صفي يلا صفي توانسي يلا صفي لو رحت عن الشوارع سوي جاهل ايه لا صفي ايه والكوف تدمعي تشتاع لدار والكوف تدمعي تشتاع لدار وياك بابا خلقي لتروح وتعذبني وياك بابا خلني لتروح وتعذبني ليك على ميتك وياك روح نقدر على فرقتك وياك روح يلا حبيبي يلا لا لا ما جوز الألم والعيون السود ما جوز
لنا فتيج القمر تريق لنا فتيج القمر تريق لنا الفرقة الموجودة اعترضوا قالوا لي يا شباب ما تتعرفين علينا خلنا نتعرف عليهم واحد واحد. السلام عليكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت بألف خير. موفقين ان شاء الله يا رب. اسم حضرتك؟ علي عبد الحسين، عضو تجمع المعوقين في العراق وعضو تجمع في الفرقة الموسيقية. نعم. الله يسلمك. طيب انت شنو تغني لو شنو؟ انا اغني. ها تغني. كورال. حلو. نعم. والبنية؟ كل عام وانتم بخير صحه وسلامه جميعا ان شاء الله. انا هذا عليكم بالصحه والعافيه يا ربي. امين يا ربي. نعيد جميع الامه الاسلاميه بمناسبه عيد الفطر المبارك. دول قلبك شنو اسمك؟ اسمي شدا. اها شدا شنو موهبتك شنو انت بالفرقه؟ انا بالفرقه يعني كورال. اها ويعني عندي مقاطع انفراديه ويا الفرقه. حلو حلو. نعم نعم شكرا. طيب للاخت كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه حبيبتي. تسلمي. شكرا. مي محمد، مسؤوله منتدى المراه في تجمع المعاقين في العراق. نعم. وعضوه في فرقه تجمع المعاقين في العراق، وطبعا انا ضمن الاعضاء الكورال يعني. يا اهلا وسهلا، تشرفت بيك. ها سوق سريع. لا لا ميس لا بالعجله ندامه ميس ترى. ها كل عام وانتم بخير حبيبي. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وتحقيق الاماني لجميع العراقيين. اللهم يزيح الغمه هنا الامه ان شاء الله. نعم. امل ساعدي في منتدى المراه المعاقه في تجمع المعوقين في العراق، وعضوه في فرقه تجمع المعوقين في العراق. يا اهلا وسهلا. مرحبا. شرفنا بيكم اكيد. اعذروني بس ترى راح نجيكم احنا واحد واحد. اوكي يلا هسه من بعد ما تعرفنا عليكم راح ننتقل اكو بزار. تمام. كل موهبة أو كل عمل موجود هنا بهذا البزار أريد شوي يحكوا لي عنه. تمام؟ طبعاً هذا كله أيضاً اكتفاء ذاتي واعتماد على القدرات الذاتية والموارد الذاتية. حلو. نعم. 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 هسه نروح هناك. هناك آلاء. آلاء وأنا آلاء. آلاء يا شكليتي. شلونك آلاء؟ كل عام وانت بخير صحة وسلامة حبيبتي والموفقية إن شاء الله. أشكرك أسعد الله أيامك. آمين يا ربي. آلاء حياتي احكي لي هذا شنو هذا البزار؟ أنت شنو الأعمال اللي هنا مسويته؟ احنا طبعا دائما بكل مناسبه بكل اعياد نحاول نكون فد اجواء جميله. نعم. هنا يعني تبعث فد تقلل من الضغوط النفسيه على حياه المعوقين وتبعث فد طاقه ايجابيه. نعم. خصوصا المعوق يتعرض الى ضغوط نفسيه. صح. كبيره. صح. بالبيت وبالمجتمع بالشارع. بالضبط. فنحاول ان نسوي فد اجواء جميله هنا نتقلل من. نعم. هاي الحاله. ايش قدمتي انت بهذا العيد؟ انا دائما بكل مناسبه بكل عيد احاول ارتب مكان ازين مكان يعني انا احب اسوي تزيين مناسبات.
الأوقات. حلو حلو. فبقى عيد الجيش، عيد الشرطة، يصير عيد الحب، أي عيد الفطر، أي بكل المناسبات. يعني الزينين وضيفين فد لمسات حلوة. أي نعم. طيب هسه هذا الميز أنت مزينته؟ أي نعم. أها عاشت إيدك. أكو أنا يعني أعمال مقتنيتها، يعني أنا دائما أجمع الشغلات التراثية البغدادية أحبها، وأكو أنا أشتغلها بإيدي. أها تشتغلين بإيدي؟ شنو اللي تشتغلين بإيدك؟ يعني مثل هاي سويها. هذه هذه من شنو مشتغلتها هسه؟ هاي الخوص. خوص. الخوص اي هيك. وهاي الهلال. الهلال هذا كرتونه وورد. طيب هذول الاعمال اللي انت تشتغلينهم بايدك همينه ممكن تستفادين من عندهم وتبيعين تروجين او شيء؟ الحد هسه لا، لان انا عندي التزام وظيفي وعندي التزام ثاني هنا بالتجمع، ناشطه بالتجمع. نعم. فخلت هاي الامور يعني الماديه مستقبلا. لكن من يصير مناسبات عندنا، صار عندنا مثلا مهرجان مال اليوم العالمي. نعم. ذوي الإعاقة. نعم. فهم سويت بزار، بس يعني ما أبيعه في الشيء، لا للي يريد يأخذ عادي. أها حلو. وها قدامك يعني حلو. يعني أنا عادي أخذ عادي عادي قدامك. بعدي ما مستغلة هاي شغلات مادية. طيب أنت هذه الموهبة عندك من شو وقت سولفي؟ والله أنا من زمان، بس كانت يعني على من أنا صغيرة، بس على طاق البيت، العائلة، بيت أهلي. نعم. أي بس من شوي من انتميت لهذا التجمع لقيت يعني صار عندي مجال أوسع إنه أقدم قدام الناس. طيب احكي لي عن هذا التجمع شويه، انت شلون جيتي لهنا، شلون شفتي الاجواء، احتضانهم، يعني فشي كلش رائع هنا. يعني متندمة انه فاتت علي سنين. كنت يعني كان عندي اطفال انتظرت على ما كبروا. انا اسمع انه من 2003 هو تأسس. المؤسس هو استاذ موفق الخفاجي. هو الفضل الكبير انه جمعنا بهذا البيت، نعتبر احنا البيت الثاني، وهو الاب الروحي انه طبعا. اي فكنت اسمع منه من 2000 عن هذا التجمع من 2003، بس كان عندي التزام تعرفين قلت لك الوظيفه. واطفال. فهسه شويه يعني. طيب شلون تتعاملين ويا الاعاقه اللي عندك؟ والله أنا الحمد لله والشكر من أنا صغيرة يعني كان عندي دعم من العائلة. حلو. أي والدي ووالدتي يعني إحنا عائلة، أهلي عائلة تربوية. الحمد لله. فيعني يعني هم ساعدوني. ساعدوني. تعبرين هذه المرحلة. أكيد. طيب نظرة المجتمع أو ممكن أحد سمعش كلمة هاي دائما. والله صراحة أضحك على اللي يحكي. ها. اي انا يعني صح. اعتبره هو اللي عنده تخلف. نعم. هو اللي عنده معاقب فكره. نعم. نعم. بضميره اذا كان هو. نعم. واعي للموضوع. حضرتش انت حادثه صارت عندك؟ لا لا من انا صغيره شل الاطفال. ها من انت صغيره. فيعني من انا صغيره تاقلمت على هالموضوع وقلت لك الدعم من العائله كل ما كنت. نعم. اسمع فد حكايه او فد موقف يعني فد ثقه وفد حافز عافيه قنعوني. حلو. انه بالعكس انا الاعاقه ما هي تولد عندي فد طاقه اكبر يعني اكثر. حلو. طاقتي اكثر هسه احس من انسان ما معوق. صح. تعرفين اكو ناس كل شيء ما بهم كل شيء ما يقدمون لا المجتمع ولا لاهلهم ولا حتى نفسهم. احنا عندنا عطاء اكثر دائما ما شاء الله. الله يدينكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه والعافيه وخليك دائما هيك مزدهره. وهذه اعاقه نهائيه تخليها انه فت حاجز. لا بالعكس انا افتخر باعاقتي حبيبتي. واصلا مرات اقول انا يعني عندي حظ انه صرت هيك لانه لو ما معوقه ما كان لقيت هذا المكان الحلو. الله. انتمي له. الله. اي والله حبيبتي شكرا لك. شكرا. انا سعيده طبعا ما عرفتش. وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. حياتي انت. خلينا نشوف اللي بعدها همينا. هذه الاعمال المن رشا. تعالوا شوفوا رشا. تعالي رشا. رشا ردي شنو ناتجين؟ شلونك رشاوي؟ حبيبتي شنو هالجمال؟ صورها رشا صورها. طيب رشا شلون راح تحكي لي شلون؟ انا مترجمه. يلا تفضل خليها تأشر لك واحكي. عمل عمل. شلون دا تسويهن؟ بداية السلام عليكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي الامن والامان الى بلدنا العراق. وان شاء الله تجمعنا دائما هو سباق للأفعال اللي تشوفونها. وطبعا تشكر الكادر قناتكم. احنا نشكركم. نعم. انطيتونا اليوم من وقتكم. شكرا. نعم تتحدث هسه عن اعمالها. اي خل تحكي لي عن اعمالها. تقول اني طبعا هي من هي يعني طفله عندها مواهب النحت والرسم بكل المجالات اللي اذا تشوفوها اللي من ضمنها هي تتحدث هسه عن الصابون. هاي صابون يعني صابون هي تسويها. هاي الاشكال. حلو. وين هذه صابون؟ نعم شوفوا. ايه بهذا الشكل. هذا هسه سويتها طبعا هي البارحه نشرتها على الفيسان شفته. هذا عن الكمامات اللي هسه احنا الازمه بيها. الازمه اللي بيها اللي ما فيروس كورونا. هذه الصابون بالضبط. طيب. حلو. نعم. ايدك تقول ها. ايه
تقول هاي طبعا انا قبل 10 سنوات تعلمت هذا الشيء بس بس حلو. هي هاي لا من هي طفله يعني تعرف بالرسم وايضا اي رسم وهاي النحوت التماثيل. طيب الرسمه شلون تجسدها؟ سولف لي خل قول لها يعني شلون تجسد الرسمه من خيالها قصه مثلا نعم اكيد تقول اني طبعا دائما تجيني افكار يعني اشوف شغله تعجبني من الخيال بالضبط احب انه اسويه اني وراح سن رسمي يعني اي طيب. فكره تجيها ببالها من الخيال نعم او اذا مرات تقول اشوف لي فد شيء بس فد صوره تعجبني كفوتوغراف تقول اشوف هم انا انقلها بشكل يعني مختلف انه هي الفكره اللي ببالها ترسمها. حلو طيب وايضا اسوي سجادات ذني نعم تماثيل ماطين. حلو. وعندها أهمية مهنة الحلاقة الصالون للنساء أيضا. ما شاء الله متعددة الموهبة. الحمد لله تقول كل ذني أنا أعرف إن أيضا الحنة رسم نحت الحنة. حلو. اللي بالأيدي. لا أنا وياك راح أصير صديقات لعد كلها. على مود الحنة أحبها. نعم وتقول أيضا شو اسمه شاركنا بمهرجانات دولية أيضا في في مرسين. نعم. في تركيا وفي القاهرة وفي نعم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حلو. في الأردن عندنا كثير يعني صارت عندي مشاركات عن طريق تجمع المواقف في العراق وطلعنا مثلنا بلدنا العراق ولحد الآن الحمد لله عندنا احنا علاقات تربطنا بين الدول ودائما نصير عندنا مشاركات معارض يعني معرضنا احنا يكون أول الناس اللي موجودين. نعم طبعا كنا بمهرجان مرسين الدولي. نعم. كنا في مهرجان مرسين الدولي للمبدعين للفنون لذوي الإعاقة. نعم. فنون تشكيلية فنون موسيقية أنغام كل شيء. فرشا كانوا خالين واحدة من الأيام النشاطات. نعم. شارع كامل وسط هاي. مدينة مرسين. نعم. خالين كل دولة نعطينا ميز وعلي علم البلد. حلو. واسم أسامينا. نعم. ونعرض عليه كل من يعرض المنتجات فعرضين احنا على الميز مال رشا وعلم العراق واسمها وفتسي في مبسط عنها وهي واقفة تعرض منتوجاتها. حلو. وبنفس الوقت هي تنقش جبتيها عن النقش الحنة. حلو. فالنقش مالها مميز عندها كتالوج هالثخنة. واو. يجون البنات اللي مشاركين بالمهرجان فيقلبون يقول هريد هاي. حلو. فأنا ما متوقعين انها راح تنقشها. بالفعل تنقشها وتبدع. ما شاء الله. فالانتشرة صار عليها في ازدحام مو طبيعي. حلو. كلش تعبت. نعم. بعدين تفاجئنا ثاني يوم. نعم. جتني امراه وراها دنيا مقلوبه حمايات واجهزه. شكو هاي منو؟ يابا شكو. قال ورد هاي البنيه وين هاي اللي نقشت؟ يابا هاي منو؟ طلعت مرت الرئيس. حلو. فنقشت المرت الرئيس هي. ايش تردين هاي شنو هاي رشاوي صفقوله طلعت موهوبه. طبعا بالمناسبه يعني ما شاء الله مو بس حلوه وموهوبه. اقول انت الاحلى انت برتقاله طالعه اليوم. لا يا برتقاله طبعا لا. انا كلش فرحانه لان تعرفت عليكم واجيت لهنا وسعيده بشوبتك وسعيده بهالوجه الحلو البشوش. طيب هذا الاعاقه من شو وقت؟ خل شوي تحكي لي عنها. نعم من الولادة صار عندها يعني مرض أبو صفار وشكل عندها العصب السمعي ويعني من الولادة هي تعتبر من الولادة؟ أي نعم. طيب نعم. يلا ولا يهمك ترى أنت كاملة مكملة والكمال لله وحدة. شكرا لك. شكرا للمشاعر. ما شاء الله كلكم موهوبين. أنا جدا فرحانة بشرشاوة حبيبتي. كان يهمنا نفس المشاعر انا بنشوفكم اكيد فرحانه. نعم الله يسلمك الله يحفظك. شكرا رشاوة حبيبتي. شكرا. خلينا نكمل نشوف هناك شنو بعد. شكرا لك. هذه شنو؟ هذا العسل محمود. قبل ما اسلم عليه قل لي اصلي لو لا؟ ان شاء الله اصلي. ها اصلي؟ اكيد. حلو على مود شنو؟ مجرب؟ طيب يعني اذا ناخذ من عنده مية مية سكر يضغط اسبوع اذا ما راح من عنده ولا. ها نجيكم. كل عام انت بخير وصحه وسلامه. الله يسلمك. تفضل وعرفني على حضرتك. اي سعيد عليكم وعلى كل العراقيين ان شاء الله. محمود جبار عليوي ناشط مدني بتجمع المعوقين بالعراق. نعم. وبطل رياضي برياضة المعوقين الرماية وبطل العراق بالرماية سابقا. يا اهلا وسهلا. لاعب منتخب بطني وبالاضافة الى هذه انا مربي نحل. طيب سولف لنا النحل وين تربي شلون؟
قبل لا اتعوق كنت اربي نحل، وبعد العوق ما قدرت اتركه، يعني اول ما قدرت اقعد على الكرسي وامارس نشاطاتي يعني قدرت شوي استعيد قوتي، راسا رجعت اربي نحل الحمد لله. احنا عندنا مزرعه بالصويره واربي بها النحل. نعم. بس هو بكل الاحوال متنقل، يعني كل فتره بمكان لازم نوديه حسب مكان الورده. نعم. وين اكو ورد حياه النحل تكون موجوده. طيب شنو الغذاء مال النحل؟ شنو طبيعه الورد الموسم اللي يتكاثرون به؟ الله سبحانه وتعالى يعني مسوي الورد مو يعني كله يفتح فد وقت ويروح، لا. نعم. مسوي اول ما يبدي مثلا احنا عندنا الحمضيات تنتهي يبدي شجر اليوكاليبتوز، ينتهي الشجر الكاليبتوز يبدي البرسيم. نعم. ينتهي البرسيم يزهر الجيت عندنا. ينتهي الجيت يزهر السدر، فالله نسوي شيء بعد شيء. نعم. يعني على مود تكون فايده اكثر، تعرفين يعني على طول السنه لحد شهر العاشر. نعم. اللي هو اخر شيء زهره السدر. حلو. النبق. حلو. طيب العسل باكيد انواع، افضل نوعيه ممكن وتشوف مثلا هواي ناس انه يطلبوا عليه طلب. بالنسبه للطعم الاطيب شيء عسل السدر، كلش يكون طعمه طيب وريحته كلش طيبه. حلو. على الفائده ما ينشبع منه. الفائده عالميا عسل زهره البرسيم معترف به عالميا افضل عسل. اها شنو يستخدمه مثلا الامراض معينه؟ ماكو شيء معين، هو يشتغل على كل الجسم تقريبا، حتى يعني ابو السكر. حلو. ابو الضغط. حلو. يعني مثل واحد عنده معده قولون ضعف. نعم. للاطفال. نعم. ينطي من سنه وفوق. سنة وفوق. نعم. ينطي للمرضى، مقوي عام يعتبر. نعم. كل شيء للشعار للوجه ياخذوه. نعم. حلو. عسل الشعار للوجه. هذه الفقره كلش احبها انا. يمكن نخلي عسل برسيم. انا جلد والله استخدم من عنده دائما. طيب هسه شنو هذا انت تستخدمه نقول باب رزق انه انت تسترزق من عنده؟ طبعا اكيد الحمد لله انا طبعا سوي صفحه على الفيس. حلو. سميتها ملك العسل الطبيعي. أها. وبديت اوزع لكل العراق، يعني من جنوب العراق لشماله. الله يزيدك ويرزقك ان شاء الله. الله يخليك ويسلمك. شكرا لك، شرفتني بيك. لي الشرف. شكرا جزيلا قناة سكرات. اتعرف على باقي الزملاء اللي هنا أنا على مود. طيب 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 السلام عليكم، شلونكم؟ هاي البنوته الحلوه كل عام وانتم بخير صحه وسلامه. تفضلي وعرفيني على نفسك. يلا السلام عليكم، أنا سجى محمد قاسم طالبة وعضو ناشطة في تجمع المعوقين في العراق. حبيبة قلبي شكرا لك. يلا نتعرف على الباقين. ها عندها قصيدة؟ أيه. يلا نسمع من عندك. شو محضرتنا اليوم مناسبة العيد؟ قصيدة عن الوطن. على اليمن؟ الوطن. الوطن؟ الله. يلا سمعينا حبيبي نسمع منك. انت العين وقرب من جفنها انت، انت العين وقرب من جفنها انت، انت الوالد اللي يحضن بديه وليده وبنته، من توحيد انت العراق بشيعته وسنته، ياهو قال لك ناسيك هم ينسى القمار وقته، لو نبض القلب يتنكر بدكته، بس عشقك عشق مفضوح وعشق الناس كلام ساته وسكته، صرت انت سبت وبقبة يهودي هم سامع يهودي جوز من سبته، انت الفارس اللي يسبق هبوب الغيح، انت الفارس اللي يسبق هبوب الغيح وما ظن خير سابقته، وانت اليوم ترابك كحل للعين ودول ما شفت علته، وانت من ترابك نحن جفوف المعاصين كل اصبع فاح من طينتك طقته، وانت ريحة ترابك ترد الروح هي لو زعفران وعنبر بشمته، مثل تراب قاعك ما لقينا تراب يرهم للصلاة من طينته تربته من طينته تربته، تيل انك حلو لانك حلو والناس منك تغار، تيل انك حلو والناس منك تغار، ما عدهم اللي عندك من مجد نلته، التوى الوطن آدم وضع جد ما عليه وقال يا الله لأن قطعة من جنته، التوى الوطن حب النب إبراهيم نب أيوب ناخت بيك راحلته، التوى الوطن علم الناس تكتب أبجدية ويكتب التاريخ، والتوى الوطن قانون سننته، التوى الوطن قالت للشمس يوم الصباح الخير لو رادت تمسي تمسي يم قبته، التوى الوطن ما تشبه الأوطان سبحان ربي شلون صورته، ولك صورت العراق وبس علينا يلوق، وإحنا اللوق لأن من يحن وقته، وإحنا اللوق لأن من يحن وقته. الله عاش عاش عشتي تدوفوكش تسلمي لحبيبتي أنتي. خل نسمع هنا البنوتة همينة. السلام عليكم وعيدك مبارك كل عام وانت بخير، عرفيني على نفسك. السلام عليكم، أنا زينب محمد طالبة في معهد المنع الأوق الفيزياء وعضو ناشطة في تجمع مواقعنا في العراق. يا أهلا وسهلا شرفت بيش حبيبتي. شكرا. طيب عندك شي تسمعينه؟ اي قصيدة. يلا نسمع.
قصيدتي بعنوان مكانك يا وطن، مكانك يا وطن وسط القلب محجوز، انت الروح والعينين ترخص لك، احتار من وصفك شكتي بالاوصاف، واعجز بالوصف ما يلتقي مثلك، رسمتك رسمتك مكتبة بيها الكتب اشكال، وجيت اقرا الكتب يا وطن من اجلك، رسمتك مزهرية وجبت بيها ورود، وصدق ما لقيت بين الورد شكلك، رسمتك حضن ام ويجمع الاطفال، وتلول بحنانك وتنيم طفلك، الوان انتهت الوان انتهت والقلم جف النوم، وما كملت الصورة وما اقدر اوصل لك. يلا على راسك، يلا 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 يلا. عشتي عشتي عشتي. ها نسيتيه؟ يلا ولا يهمك ولا يهمك. طبعا طبعا صحة وسلامة ان شاء الله حبيبتي. طبعا انا اشكركم كلكم. تمام؟ اها يا اهلا وسهلا، شلون استجيتي؟ كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة. شكرا جزيلا وانتم بخير ان شاء الله لحضرتك. الله يسلمك. شوية تكلمينا احكي لنا شنو فعالياتك؟ والله انا اليوم بدعوة كريمة من الاستاذ موفق الخفاجي جيت حضرت مع الاخوة في التجمع نطلع على فعالياتهم. هم ما شاء الله طبعا يعني لا مو مسألة مواهب، انا دائما اقول بمستوى يعني مؤسسة حكومية نشاطاتهم يمكن اكثر من مؤسسات الدولة، كل المحافل هم الفعاليات هم موجودين، ما تشوفين اي مناسبة تفوتهم الا واستاذ موفق و الاخوان في التجمع كلهم مبادرين الى يعني احتفاليات وفعاليات. حقيقه انا يعني دائما استلم منهم رسالات رسائل عفوا ايجابيه. نعم. يعطون طاقه ايجابيه يعني حب للحياه فعلا، يعني حب للحياه امل. يعني اليوم كل واحد من الاخوه الموجودين في هذا التجمع هو عباره عن قصه يعني وشخصيه نفتخر بها في المجتمع، مواهب عديده، ومن اطلق عليهم انهم اصحاب ذوي الهمم فعلا هم ذوي الهمم. بالفعل بالفعل. كان قبل الحظر يعني كانت اكو مناسبة وقدمنا لهم تهنئة، كان الأستاذ موفق الخفاجي فاز بانتخابات المكتب التنفيذي بمنصب نائب رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقتها أنا قدمت لهم تهنئة وما صارت فرصة أنه أجب نفسي لأن أنا ما دزيتها بالبريد، حبيت أنه أجب نفسي أقدمها لهم لأنهم يستحقون ذلك. كذلك احنا قدمنا لهم في المفوضية العليا لحقوق الإنسان كتاب شكر وتقدير للتجمع والأستاذ موفق شخصيا على الخلية، حقيقة خلية الأزمة، شكلوا خلية أزمة بمستوى يعني نعم بمستوى يعني خلية في مؤسسة يعني يعني مع أزمة جائحة كورونا وما يعني لما بالبلاد، وما كانوا متواصلين ومسوين استوديو ويلتقون بالمسؤولين ويطلعون الناس على كل ما هو جديد في هذه الجائحة. نعم موفقين طبعا ويستاهلون. يستاهلون أكيد والله يستاهلون. نعم شكرا لك. شكرا حضرتك. لو تحب خادم خادم لا تروح الدنيا
سلم علي طرف عين وحدينا التحية وزين يا رب ودينا سلم علي طرف عين وحدينا التحية وزين يا رب ودينا وسلم علي سلم علي القاتل شوفونا العداوة وياي ويمنعونا سلم علي القاتل شوفونا العداوة وياي ويمنعونا لو رضينا اسبر كلهم يحيونا لو رضينا اسبر كلهم يحيونا يا هلا بزيدك يا حبيبي سلم علي طرف عين وحزينة أنت التحية وزين يا رب ودينا سلم علي طرف عين وحزينة أنت التحية وزين يا رب ودينا وسلم علي. مثل ما شفتوا اليوم كان عيدنا بعيدين، احنا طبعا اليوم تجمع ذوي الهمم وليس ذوي الاعاقه. يقول هذه الكلمه، هذه كلمه خاطئه، كونوا على يقين، المعاق معاق بعقله وبتفكيره وبطموحه ودرجه الامل اللي هو بيها. اليوم اجيت هنا التمست امل يمكن انا ما شايفته بحياتي، هنا اكو حياه، اكو ازدهار، اكو طموح، اكو امل، اهم شيء بكل مكان، اكو امل معناته اكو ازدهار. طبعا مناشده ورساله مني ومن كل الموجودين للحكومه، نتمنى ان يهتمون بهذه الفئه، هذه الفئه طبعا مغبون حقها، فاللي نترجاه من عندكم ان تلقون النظر عليهم، ترى يستاهلون ويستحقون وكلهم ذو مواهب وليس ذو اعاقه. كونوا على يقين إذا تستغلون هذه المواهب راح نطلع بنتاج يجنن. أعيد وأكرر، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة للجميع إن شاء الله. أما أنتم مشاهدين الكرام فتحية حب لكم والمجموعة اللي موجودة طبعا ويا المصورين. أحب أقول لكم شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء، يلا باي باي. زاغروس تي في، المصداقية، الحوار، التعايش، الآن بالعربية.